زملائي الطيبين، زملائي المطانيخ كريمين العطايا، انتم عارفين انه انا ما عندي اهل ولا عزوه، انتم عزوتي، والله انتم عزوتي يا عيال. اكيد تبغى حاجه، يعني على اساس انك صدتني يعني ايه ابي حاجه يا عيال؟ انا بعت سيارتي ب 6000 ريال، وبصراحه بشتري لي سياره جديده، وناقصني بس 30000. فزعتكم يا عيال، ايش فيكم؟ سدد اللي عليك اول، بعدين تعال اطلبنا. ترى في شيء اسمه بنك، حط فلوسك فيه، ما تدخلونها كاش. ايش فيك يا اخي؟ يا اخي تدري ان عندي ايقاف خدمات؟ فزعه يا عيال، ايش فيكم؟ سلف، فزعه، دين، ايقاف خدمات، توقيف، ختمت كل القضايا. عدل وضعك اتركي لمتى؟ طيب شباب، ما دام الموضوع انفتح، تراني اطلبك 7000 ريال. وانا ابي منك 2000 ريال. وانا معطيك سماعات وقنبوت رياضه. ما حد سلم منك يا كاذب، وانا اطلبك 7 ريال. اذلوني علشانكم اعطيتوني الفلوس هذه، بذلوني وخلاص. فلوسكم هذه انا ما بيها، خلاص ما بيها، خذوها ووزعوها بيكم، كلنا ياخذ حقه. ما ابي شيء خلاص. يحسبهم بالله. اي والله. كم يقول له؟ 6 قال. اسمع يا تركي، ترى حنا جيناك عشان نعتذر منك من الموقف اللي صار، لولا غلطك ومحبتك عندنا ما جيناك. ترى والله من محبتنا لك يوجعنا الحال انت به. ونبيك ترتب امورك وتفتك من هالديون. تشتري لك سماعات وابوات بدل ما تاخذ حق احد. وانا اعلنها قدام الجماعه اني مسامحك ب7 ريال اللي عندك. المهم يا تركي، ترى جمعنا لك 30000 ريال عشان تساعدك مع الدراهم حقتك وتشتري لك سياره جديده. عقب ما تشتري السياره خل عنك ادوران ودوجان، ودامك عاطل ويشتغل بتطبيق مرسول. والله يا ابو خير، والله انكم فاجأتوني، بس والله ماني مستغرب موقفكم ونخوتكم. والله انكم كفو يا عزوتي. هذه الفلوس وانت بتصرفها لين ما تلقى الموتر، واللي اهم منها يا تركي لا تحطها قدامك ثم تصرفها، خلها عند الوالد عشان يحفظها عنده. لا لا ابوي، لا، مشكلة كبيرة. ليش مشكلة كبيرة؟ لا يعني ابوي اخاف يزعل اذا درى اني متسلفها منكم. تركي يا تركي، سمسم، أصقه، ما تسمع أنت يا ولد؟ باقي قهوة عندكم؟ إيه باقي. أشوف الدلع، العيال تقهوة وخلاص. طب ما في قهوة؟